نمشيو الى اسفي ومعنا سهام. مرحبا بسهام. صباح النور والربح. الحمد لله رب تخليك. عواشر مبروك ان شاء الله. تخليك علينا وعليك بليس منيشي ان شاء الله وعلى جميع الطاقم وجميع المغاربه والمسلمين فيما كانوا. اللهم امين. لا يخطيك سهام. قولي لنا شنو نحضروا معك اليوم؟ معك بعدا سهام ام عبد المغيث من اسفي، لانني انا ام عبد المغيث ديال اكثر من الاسم ديالي، لان الناس كيعرفوا الوصفات ديالي انهم ناجحين 100%. تبارك الله عليك، ولكن اختصاص حلويات اكثر. ولكن حتى الطبخ ما خلاش منه حقنا. طبعا طبعا طبعا. ديال كاع الحاجه اللي زادت في الراس كتنفع. تبارك الله. ان شاء الله باذن الله انا اختي غادي نعطي طبق تقليدي واصيل ديال الوالده ديالي، هاد الطبق ديال المجبنه اللي كنديروه لدرجه انني انا في المدينه واختي في المدينه، وملي كنسمعوا الوالده دايره المجبنه في العيد ضروري نهودوا. يعني في عاشوره ضروري نجمعوا عندها، وديال تيجي طبق اللي هو رائع، وميم طون كنقتصدوا عليه باش كنقتصدوا على داك الحولي شويه. نعم، راه كاين اللي ما كيعرفش شنو هي المجبنه سهام. انا غادي نعطيك طبق المجبنه هو اللحم عامة في ديك مول البنات او ديك المجبنه. نعم نعم، تفضلي. غير كانوا كيديروه الناس ديال بكري بزاف باش تيجي هكا الطبق اللي هو تقليدي كيدير عليه الكسكسو. حيت ما كانش الثلاجه فكان الحولي كيخصو ديك الساعه يتفصل ويتقرض وكل حاجه تاخذ طريقها. داكشي علاش ضروري حنايا بقى، ولكن بقات هاد العدد زوينه وهاد الوصفات الرائعه. بقى ندير القديد، بقى ندير الكردات، بقى ندير المجبنه، بقى ندير البكبوكه، يعني هذاك العيد كنخرج منه جميع التقاليد والاطباق المغربيه. كديري البكبوكه الوجديه؟ كان انا راجلي وجدي. ضروري خصك ديري البكبوكه. في وجده لما وجداش البكبوكه يعني في الوقت ديالها المراه ما حادقاش. لا لا كدير البكبوكه، ولكن ديال ما كنتش التقاليد ديالنا حنايا هنايا في الداخل. تبارك الله عليك. يبداو على بركه الله. تفضلي. وكاين عندي واحد الشرموله ديال الكفته اللي كتجي مختلفه على الكفته، الا بقى لنا الوقت نعطيها لك. ان شاء الله. واخا ناخذ المجبنه. غادي ناخذ واحد الكيلو ديال اللحم من جهه ديال الصخد. هو كما كيبقى ديك الساعه لا كيلو لا والو، كيولي العين ميزاننا. ياك سهام، انا بغيت باش يولي غير الواحد غير كيرفد وصافي، غير كيقطعو كيمشي. هذاك الشيء اللي كاين. اول مره كيديروها باش تجيهم بهذيك اللذه اللي حنايا متعودين ان الوالده ديرها لنا. نعم نعم. ناخذ قياس كيلو ديال اللحم من جهه الفخد ديال من جهه الفخد. ديال كيتقطع طريفات. غادي ناخذ واحد الكاس ديال العدس. نعم. غادي ناخذ واحد اربع كاس تقريبا ديال الحلبه. نعم. جوج معالق ديال الحب الرشاد. غادي ناخذ معاهم تقريبا واحد من اربعه حتى لخمسه دروس كبارين ديال الثومه. غادي ناخذ الخرقوم. نعم. سكينجبير. واحد نص معلقه ديال المسخن باش ما تحررش لينا هذاك اللحم. غادي ناخذ الزيت. زيت المائده ولا زيت الزيتون؟ لا زيت المائده، لان ديجا الغنمي مجهد وديك اللذه ديال زيت الزيتون تجي مجهده فيه اكثر. كنديرو غير شويه غير باش ما تيصوفش لينا هذاك اللحم من الفوق. شحال نقولوا؟ واحد جوج معالق كبار؟ تقريبا واحد ربع كاس يعني كافي. هذا الشيء كامل. الثومه قلتها لك والملحه بكميه كثيره بحال غادي نديروه الشكل ديال القديد. وكناخذوا واحد في الكرشه كاين واحد الشكل بحال الشكل ديال الجيب. هذيك هي المجبنه ولا مول البنات على حسب كل منطقه وشنو كيسميوها. هذاك ما تقطع على والو من كنا نوصلوها. ما خصهاش تقطع، خصها تبقى، او الناس اللي ما عرفوش يشريوها قبل مع الجزر ويخليوها. هذه حتى هي غادي يدير لها نفس العطريه اللي غادي اللي عطينا اللحم. نعم، نعطيها لنا مزيان للناس اللي ما يعرفوهاش. راها كتكون مع الكرشه. ديال كتكون بحال شكل ديال الجيب. نعم، وطويله. ماشي ديال طويله بحال شكل ديال الجيب هي اللي غادي يعمر فيها اللحم. بحال المصارون وهي شويه غليظه عليهم. كتكون جيب راه ملي غادي يحلوا الحوليه راه تبان لهم هكا كيما شكل ديال الجيب كتكون مع الكرشه. نعم. نورمالمون هي كنقطعها كنديرها مع الكرشه، ولكن بالنسبه لدار المجبنه يحتفظ عليها هكا كاين، اولا ياخذها من الجزر هكا واجده ويعمرها. نعم. عندك شي طريقه ديال الغسيل ديالها باش ما تقطعش؟ ملي غادي تجبديها راه ديال تقطعيها من الفوق تيبقى لها هذاك السيم الفوق والتحت بحال الجيب، يعني ما غاديش تقطع بالمره. نحاولوا ما نقطعوهاش في الغسيل. وتيكون عندها الجيب الفوق والجيب التحت، هذاك التحتاني افتحها الفوق والتحت ديال غادي نشدوها بواحد الخيط. مزيان ونغسلوها مزيان، غادي نشدوها نغسلوها مزيان ونخليوها تنشف ليله كامله داك النهار في الثلاجه. الغد غادي ناخذوها واحد البلاصه فيها مضيقه، تحاولي انك تغسلها مزيان باش ما كتعطيكش فيها الريحه. كتغسلها بماء طايبه ولا غير بالماء بارد؟ لا غادي نغسلوها بالماء بارد لانها هي غادي تكرم بحال شكل ديال القديد.
غادي ناخذها غادي نغسلها مزيان نخليها تنشف الغد ناخذ هاد العطريه اللي قلت لك عليها الزيت والخرقوم والزنجبيل وشويه ديال الثومه وزعفران وهذا مسخن وشويه ديال المسخن غير شويه غادي نغسلها غادي نخليها ترقد فيهم حتى الحلبه وكل شيء لا ماشي الحلبه بالنسبه للجبن غندير فيه غير العطريه بالنسبه للحلبه والعدس وواحد برشاد غادي يدار مع اللحم اها بالنسبه للحم حتى هو نفس الشكل نحاول انني ندخل فيه العطريه مزيان وندخل فيه هذيك الحلبه نخلطو مع هذيك الحلبه والعدس وواحد برشاد غادي ناخذ واحد البلاطو وغادي نفرش فيها شي شويه بهكا خفيف ونحط فيه هذاك اللحم ونغطيه من الفوق باش ما تخسرش لك هو متبل ديال كينشف بحال الشكل ديال القديد ديك المجبنه بوحديتها حنا نشرناها حتى هي باش غادي تكرم ملي غتكرم لينا غادي نهزو هذيك المجبنه غادي ندير هذيك بحال داك الشكل ديال الجيب ديك مول البنات غادي نهزها نديرها في الفريكو بوحديتها انا اللي غادي نبغي نستعملها بالنسبه لذاك اللحم يبقى تينشف وباش ما يخسرش ليا ديك كيقول لك بزاف الناس ان اللحم خصو يتقطع رقيق وميم طوم ملي يكون يتشمش شاك فوا كتقلبيه باش تتحركيه باش كي باش كيكرم نعم ما كينشف في الظل ديال كي اما في الظل اولا المناطق بالنسبه لي تيكونوا انا نورمالمون كنديرو في الشمس باش كينشف باش ما كيخسرش ليا وبالنسبه للناس المناطق سمعت انه شي مناطق فيهم الشتا وهذا الحال بارد اولا الا جانا العيد الكبير في الحال بارد كناخذ الفران كنشعلو مزيان وكنطفيه وكنخلي هذيك السخونيه حتى كتبرد شويه وكندخل ليه القديد اولا كندخل ليه هذا الحب باش كينشف ملي غادي ينشف ليا هذا اللحم غادي نهزو غنديرو في واحد البلاستيك اولا في شي توب وغادي نديرو في الثلاجه النهار اللي غادي نبغي نطيب غادي ناخذ النهار اللي غنبغي ندير الكسكسو ديالي غادي ناخذ هاد المجبنه كنرقدها ليله قبل في الماء والغد وملي كترقد في الماء كنخليها شويه تقطر كناخذ هذاك اللحم كنعمرو فيها ديك الحلبه وديك العدس وداك الحفرشات ديالو نعم وكنسدها من فوق وكنرميها كطيب بحال الشكل ديال الطياب ديال اللحم العادي اولا هذا كتبقى هكا كي مجموعه ملي كتحط مجموعه كتجي رائعه في الكسكسو العدس ما طيبش عاد غادي يطيب لا ما طيبش ديال يلا كيف غادي يطيب مع الكسكسو مع المرقه ديال الكسكسو هذا مع ديك المجبنه غادي داك اللحم غادي يكون خشيف وسط هذاك اللحم وسط هذيك المجبنه نعم. انا ان شاء الله باذن الله ملي غنصور اكيد انني غادي نصورها لكم باش نقرب نهار العيد نصورها للمستمعين سهام صور لنا المراحل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لان مراحل كامله صوريها لنا والطريقه والمستمعين ما يحلوا الكرشات حتى للست العشيه انا باقا ما نكملش الذبيحه اون فوا تبان لي المجبنه نصورها لهم باش يديروا الطبق ديالي ان شاء الله باذن الله باذن الله تبارك الله عليك سهام الا باقي الوقت غاتكشر مولاي ديال الكفته للاسف ما بقاش الوقت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله وصلت الجمع العالمي لتقديم الموجز الاخباري ديال الساعه العاشره نعم لا لا يخطيك سهام وشكرا جزيلا سلمينا على الناس ديال اسفي الى اللقاء